أنا وكنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حضراتكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. أبدأها بالعناوين. نائب رئيس الجمهورية يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن بحضور دولة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه السفير الأمريكي وضع الحكومة مصفوفة من الإجراءات لتحصين الاقتصاد. مدفعية الجيش الوطني تدك تعزيزات الميليشيات في البيضاء وسيطر على مخزن صواريخ حوثية بصعدة. حياكم الله إلى التفاصيل. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة المستجدات والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي. وعبر نائب الرئيس في لقاء الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإحلال السلام الدائم والتخفيف من معاناة اليمنيين، مجددا التأكيد على توجيه الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صوب السلام الدائم المرتكز على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن حرص الشرعية على مصلحة اليمنيين وإرساء السلام قوبل على الدوام بتعنت وتعامل لا مسؤول من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكان آخر تلك المواقف اختلاقهم أعذار واهية وتغيبهم عن حضور مشاورات جنيف التي أفشلت نتيجة تغيبهم مطلع سبتمبر المنصرم. وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية مع كل دعوات السلام وجولات المشاورات مقابل تعنت الانقلابيين وصلفهم، الأمر الذي يعكس استهتارهم واستخفافهم بالسلام وبجهود الأمم المتحدة. وقال نائب رئيس الجمهورية أن استمرار ميليشيات الحوثي في سياساتها القمعية ضد المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها واعتداءاتها على المدنيين من بينهم النساء والطالبات واستمرار تعبئتها الطائفية وحشدها للحرب ونهبها للمقدرات وزعزعتها للأمن الإقليمي والدولي توحي بتمسك تلك الميليشيات بخيار الحرب والعنف دون أدنى مسؤولية أو حرص على الدماء والأرواح اليمنية. دعيا المجتمع الدولي للضغط لتنفيذ القرارات الدولية وإخضاع المتمردين لطاولة الحوار. وقدم رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر صورة عن جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع والتخفيف من معاناة اليمنيين، منوها إلى عمل البنك المركزي والخطوات والرؤى المقدمة للحد من استمرار تضاعف الأزمة الاقتصادية التي يتطلب تجاوزها تضافر كل الجهود وتعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء ووقف عبث الحوثيين بالمال العام ونهبهم للممتلكات العامة والخاصة. وأكد دكتور بن دغر بأن الحكومة تقف على الدوام إلى جوار مصلحة أبناء الشعب اليمني وتحقيق أمنهم واطمئنانهم في إطار توجه الشرعية وفي إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ شعبنا اليمني. من جانبه عرض المبعوث الأممي إلى اليمن جملة من الرؤى والمقترحات والجهود المبذولة لتحقيق السلام وتحقيق إنجاز ملموس على صعيد خطوات بناء الثقة، معبرا عن تقديره وامتنانه لحرص الشرعية على تحقيق السلام وإرساء الأمن والاستقرار. استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين وخاصة في مجال الإرهاب أو في مجال مكافحة الإرهاب. كما ناقشا المستجدات الجارية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والتحسن النسبي في العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية والأوضاع الراهنة في محافظات البلاد. وفي اللقاء عبر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأمريكي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال رئيس الوزراء إن جذور وأسباب المشكلة في اليمن سياسية تتعلق بانقلاب ميليشيات مسلحة على مؤسسات الدولة، ومعها ظهرت كل المشاكل التي تعاني منها البلاد واليمنيين والتي تسعى الحكومة إلى حلحلتها. ولفت إلى خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها وخرقها للواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ البالستية لاستهداف المملكة العربية السعودية والهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية. وقال إن الحكومة اليمنية وضعت جهودها في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية والتي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا ودوليا، لكن ميليشيات الحوثي لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي في السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية. وذكر دكتور بن دغر بأن الحكومة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيت في التوصل إلى سلام مستدام في اليمن، وأن إيقاف الحرب هو أحد المساعي التي تبذل الحكومة جهودها سعيا لتحقيقه، لكن الميليشيات الانقلابية ترفض ذلك، وآخرها ما حدث في مشاورات جنيف مطلع سبتمبر الماضي. ووجه رئيس الوزراء شكره للموقف الأمريكي المساند للموقف الحكومي في الجهود الأخيرة، كما أكد مساعي الحكومة لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى وقف انهيار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية وتدهور الوضع الاقتصادي. وقال أن الحكومة وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد والمعالجات التي توقف هذا التدهور، معبرا عن تطلعه إلى دعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد اليمني، وأشار إلى التحسن النسبي في سعر العملة المحلية في السوق الموازية والذي استقر عند 700 ريال للدولار الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، متراجعا من 800 ريال للدولار بعد أن عاشت البلاد أسبوعا من الاضطراب الاقتصادي. بدوره أكد السفير الأمريكي ماثيو تولر التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرص واشنطن على أمن واستقرار ووحدة اليمن، معبرا عن إدراكه والإدارة الأمريكية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة. وأشار إلى أن واشنطن ترفض بشكل كامل الأعمال العدائية الإيرانية في المنطقة وتصنف ما تقوم به الجماعات الموالية بالإرهاب، مضيفا بأن ذلك لن يستمر طويلا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة دكتور ابتهاج الكمال مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية الإغاثية المقدمة لليمن الاستعداد والترتيب لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمحافظات المتوقع أن تشملها العاصفة المدارية لبان، والاستعداد لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لتلك المحافظات. وقدمت الكمال عرضا شاملا عن تطورات الوضع الإنساني في اليمن وسير العملية الإغاثية في المحافظات، وتطرقت إلى إمكانية تقديم المساعدات لمديريات محافظة البيضاء وحجة واستمرار تقديم الدعم لمناطق الساحل الغربي وعدد من المحافظات التي تشهد وضعا إنسانيا طارئا خلال هذه الفترة. وعربت عن استنكار الحكومة لاستمرار وضع العوائق والعراقيل أمام الأعمال الإغاثية والإنسانية من قبل الميليشيات، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة الميليشيات عن هذه الأعمال واتخاذ الوسائل الممكنة لمنع هذه الأعمال. وشدت الكمال بالدعم الإغاثي والإنساني المقدم لليمن من الهيئات الإغاثية المانحة في دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، وتواصل الجسور الجوية والبرية والبحرية لإغاثة مناطق الساحل الغربي وجميع المحافظات. ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور حسين باسلام مع محافظ أبيان لواء الركن أبو بكر حسين ورئيس جامعة أبيان الدكتور محمود الميسري ما تم إنجازه خلال عملية استكمال إنشاء وتأسيس جامعة أبيان بعد أن تم تدشين كلية الصيدلة والشريعة والقانون، إضافة إلى كليتي التربية بزنجبار ولودر، وكذلك تدشين الدراسات العليا الماجستير بقسم التربية. هذا ووجه الوزير باسلام رئيس جامعة أبيان بسرعة الرفع بدراسة متكاملة عن طبيعة الكليات التي سيتم افتتاحها مستقبلا، مشددا على ضرورة ملائمة هذه التخصصات لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
أكد برنامج الأغذية العالمي استعداده التام وأخذ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمناطق المتوقع تضررها من العاصفة المدارية في محافظتي سقطرى والمهرة. وأبلغ القائم بأعمال ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن علي القريشي في رسالة لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أن البرنامج جهز 750 حقيبة للاستجابة الفورية في المكلا لتقديم المساعدات الطارئة، إضافة إلى طن متري من القمح في محافظة سقطرى لتقديمه في حالة حدوث أي طارئ من العاصفة المدارية، إضافة إلى تجهيز عدد كبير من المواد الإغاثية في محافظة حضرموت لمواجهة الطوارئ. وأضاف المسؤول الأممي بأن البرنامج على استعداد تام لتوجيه أي موارد موجودة في اليمن لمواجهة هذه الطوارئ، مثمنا الجهود التي تقدمها اللجنة العليا للإغاثة لدعم جهود البرنامج في اليمن. استعرض سفير بلادنا لدى واشنطن ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور أحمد عوض بن مبارك الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، مؤكدا تضاعف أعداد الفقراء والمعدمين وتفشي الأمراض والأوبئة. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الجمهورية اليمنية في جلسة النقاش العام للجنة الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة، وركز فيها على أهمية دعم الدول الأقل نموا وبالأخص التي تعيش مرحلة الصراع أو ما بعد الصراع لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وقال بن مبارك إن انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية تسبب في إيقاف عجلة التنمية وتدهور الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الانقلابية للانصياع على قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرار 2216 حتى نتمكن من استئناف العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية. وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة مكافحة آثار التغيير المناخي ودعم الدول المعرضة للكوارث لتعزيز قدرات الصمود لديها وتخفيف من آثار الكوارث لا سيما الدول الأقل نموا، مشيرا إلى معاناة بلادنا من الأعاصير كما يحدث في هذه الأثناء من اقتراب إعصار لبهن من سواحلها الشرقية. عقد في العاصمة المؤقتة عدن لقاء تشاوري بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة واللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية، وذلك لمناقشة أوجه تعاون وتنسيق بين الجانبين والجهود الرامية لمكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة التي من شأنها الإسهام بشكل جدي في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره. وخلال اللقاء عبر رئيس اللجنة الاقتصادية عن أهمية اللقاء الذي يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين اللجنة الاقتصادية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، كما يمثل بداية واحدة لتوحيد الجهود والرؤى والاستراتيجيات العملية لدعم الاقتصاد الوطني وممارسة تلك الأجهزة لدورها الرقابي وتنفيذ القوانين المحددة لمهامها واختصاصاتها بما يكفل الحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدا أن الهيئة والأجهزة الرقابية والقضائية تمثل السند والرديف الحقيقي الذي تستند إليه اللجنة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. من جانبها اعتبرت القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة تتجسد فيها الشراكة الحقيقية بين الجانبين وخطوة إيجابية في طريق صحيح لما من شأن اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها اعمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على فرض سلطة القانون على كل من تثبت تلاعبه بالمال العام والعمل على استرداد تلك الأموال المنهوبة. وأشارت القاضي بادويلان إلى أن الهيئة تتابع باهتمام بالغ ومنذ اللحظات الأولى لتشكيل اللجنة مجمل الفعاليات والأنشطة والإجراءات التي قامت بها اللجنة في السعي لتثبيت واستقرار العملة بما يدعم الاقتصاد الوطني. حضر اللقاء دكتور عبيد شريم ودكتور فارس صالح الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية، وكذا حسين بارجة وحسن شكري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
على صعيد ميداني، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بعد معارك متواصلة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال منصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم بعد معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي وسقوط العديد من عناصر ميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة المجاوحة وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها. استهدفت قوات الجيش الوطني بقصف مدفعي تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء. وذكر مصدر ميداني أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيات الحوثية في ظل البياض في ظهر البياض بمديرية الملاجم كانت في طريقها إلى مواقع تمركز الميليشيات. وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مصرع 5 من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية وإصابة 3 آخرين وتدمير عربتين تابعة للميليشيات. قتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون بجروح في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمديرية مقبنة غرب تعز. واندلعت المواجهات عقب محاولة تسلل الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة قهبان جنوبي مديرية مقبنة. وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني فشلت محاولة التسلل للميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد أن تكبدت 5 قتلى في صفوفها وعدد آخر من الجرحى. وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى مواقع الجبهات. قال مصدر عسكري أن الجيش الوطني سيطر على مخزن صواريخ تابع للميليشيات الحوثية في كهوف باقم بمحافظة صعدة. وذكر المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي. طلب القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين شركة النفط بعدن تفعيل دور الرقابة على المحطات العامة والخاصة لمراقبة عملية البيع والشراء للوقود. وقال سالمين خلال لقائه بالمدير العام لشركة النفط انتصار العراش أن التلاعب بالأسعار مرفوض خاصة وأن الشركة تقوم بتوفير الوقود للمحافظة. وطلب سالمين شركة النفط ضبط المخالفين من أصحاب المحطات الذين يحاولون خلق وافتعال أزمة الوقود غير المبررة. من جانبها أكدت عراشة أن الشركة تبذل قصارى جهدها في توفير المحروقات للمحافظة. وقالت مديرة الشركة أن هناك العديد من الاقتراحات التي تم مناقشتها مع اللجنة الاقتصادية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار في العديد من المجالات. وأضافت أن تمكين شركة النفط من توفير وتغطية احتياجات محافظات عدن لحج أبين والضالع سيمكن من تحقيق ذلك الاستقرار. حضر اللقاء المهندس قائد راشد أنعم المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة والمدير المالي والإداري للشركة. كما تفقد القائم بأعمال محافظ عدن القائم بأحمد سالمين سير أعمال النظافة في مديرية صيرة وخلال جولاته في شوارع المديرية بمعية المدير التنفيذي لصندوق النظافة قائد راشد حث سالمين العاملين على بذل قصارى جهدهم في أداء واجبهم. وأثنى سالمين على العاملين الذين يبذلون كل ما لديهم من طاقة في سبيل الحفاظ على نظافة المحافظة. من جهته عرض المدير التنفيذي لصندوق النظافة المهندس قائد راشد صورة عن وضع صندوق النظافة وحالة القصور في الآليات التي تنعكس على العمل سلبا، مؤكدا أن احتياجات الصندوق لتلك الآليات ملحة وستسهم في تحسين الأداء. إلى حضرموت حيث افتتح محافظ المحافظة اللواء ركن فرج سالمين البحسني معه وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليلي مستوصف مكة الطبي بمدينة المكلا. وتعرف محافظ حضرموت من رئيس مجلس إدارة المستوصف محمد أحمد الجويحي على مكونات المشروع الذي يحتوي على عدة أقسام
كما أوضح الجويحي بأنه قد تم التعاقد مع كادر طبي مصري إلى جانب كوكبة من الأطباء والمساعدين والممرضين من أبناء حضرموت. وأشاد المحافظ البحسني بالتجهيزات المستوصفة التي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وبمواصفات عالمية. حضر الافتتاح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري. قام محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين سالم ومعه مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري بتفقد فرزة النقل بمدينة جعار بعاصمة مديرية خنفر. وجه المحافظ بفتح خط جعار عدن للركاب لتخفيف المعاناة اليومية عن المواطنين في مختلف مناطق مديرية خنفر. وعبر المواطنون عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة التي من شأنها تسهيل تنقلات المواطنين من مدينة جعار وضواحيها. عقب ذلك قام المحافظ بزيارة مركز صندوق الرعاية الاجتماعية بمدينة جعار، تفقد خلالها عملية صرف إعانة الأسر الفقيرة المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة. ووجه المحافظ القائمين على الصرف بتسهيل إجراءات الصرف وتنظيمها وبما يسهم في تحقيق وصول تلك الإعانات إلى أصحابها بيسر وسهولة. الجدير ذكره أن إجمالي المستفيدين من هذه الإعانات بلغ 50500 حالة موزعين على 11 مديرية. رافق المحافظ مدير مكتب النقل محمد الطائف ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بالعيدي وعدد من القيادات المحلية. كما قام محافظ محافظة أبين لواء الركن أبو بكر حسين سالم بزيارة خزانات مياه شرب بجبل خنفر التي تمون مدينة جعار عاصمة مديرية خنفر وضواحيها بالمياه النقية. وسمع المحافظ من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بالعيدي عن الأهمية التي تمثلها هذه الخزانات التي تبلغ سعتها التخزينية 1200 متر مكعب. وأشاد المحافظ بعمل مؤسسة المياه والصرف الصحي والتي استطاعت حل مشكلات المياه في مدينتي جعار وزنجبار وما جاورها. رفق المحافظ مدير أمن المحافظة الخضر النوب ومدير النقل محمد الطائف ومدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري. عقد اللواء ركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع اجتماعا استثنائيا ضم عددا من مدراء المكاتب التنفيذية المكلفة بلجنة المناقصات ومتابعة المشاريع التي تم اعتمادها وسيتم تنفيذها خلال العام القادم من الدعم المقدم من فخامة رئيس الجمهورية لمحافظة الضالع والمقدر بمليار ريال يمني لتنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة. وفي الاجتماع ناقش المحافظ مع مدراء المكاتب التنفيذية ولجنة المناقصات عملية استكمال الدراسات للمشاريع المزمع تنفيذها محذرا من أي تأخير في تنفيذ التوجيهات والتي قد تتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن التنفيذ سيكون في الموعد المحدد وستكون هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين. اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاور ومعه وكيل وزارة الكهرباء والطاقة لقطاع المشاريع المهندس محمد الخضر عشل على سير تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وإعادة وتأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية التي تنفذه شركة بيتسير فيرس الأوكرانية بكلفة إجمالية بلغت 31 مليون دولار بتمويل حكومي. وسمع معاون وعشال من نائب مدير المحطة المهندس نوفل علي مجمل إلى شرح مفصل حول نسبة إنجاز المشروع الذي يشمل صيانة الغلايتين رقم 65 وتربينين ورقم 53 3 و5 ويتوقع الانتهاء منه في نهاية العام الجاري. وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالجهود المبذولة في المشروع الذي يقوم على تنفيذه أكثر من 200 فني من اليمن وأوكرانيا لإنجاز عملية الصيانة في أسرع وقت ممكن لرفع الطاقة التوليدية للمحطة، مؤكدا أن تنفيذ المشروع ومشاريع الكهرباء الأخرى يأتي في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لنهوض بمستوى الخدمات الأساسية في التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. وحث بدر معاون الجميع على تحمل مسؤولياتهم لتخفيف معاناة المواطنين، مؤكدا بأن الحكومة قد أنفقت مئات الملايين من الدولارات ووفرت الدعم الكامل لمحطات التوليد
رافقه خلال الزيارة الوكيل المساعد في الوزارة المهندس عبد الحكيم فاضل. عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري برئاسة نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي جرى مناقشة التقارير المقدمة من مدير عام التربية والتعليم ومدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، والذي ناقش أهم الصعوبات على الساحة التعليمية. وخلال الاجتماع دعا الأمين العام المسؤولين لاستشعار روح المسؤولية، مشددا على الاهتمام بالجانب الخدماتي المتدهور الذي ينبغي الوقوف حياله وتكثيف الجهد لإنقاذ ما يجب إنقاذه. كما تطرق الاجتماع إلى محاضر الاجتماعات السابقة وما خرج بها من توصيات. وشدد المكتب التنفيذي على سير العملية التربوية، موجها الدعوة لوزارة التربية باتخاذ معالجات صريحة وواضحة تجاه حقوق المعلمين، وكذا صرف مستحقات المعلمين للأعوام السابقة. أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد الرب هشلة ناصر بالجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحصين بالمحافظة على الرغم من شحة الإمكانات، ونوى خلال لقائه قيادة الصندوق بدورها في التحسن الملحوظ على مستوى نظافة مدينة عدق، مؤكدا ضرورة مواصلتها حتى يتم تحقيق النظافة العامة لأحياء وشوارع المدينة، مشيدا بالطريقة التي اتخذتها إدارة الصندوق وربطها مرتبات عمال النظافة بمستوى انضباطهم في العمل. وثمن اعتزام منظمة الهجرة الدولية وتدخلها لدعم أعمال النظافة في 4 مديريات في المحافظة ابتداء من مطلع شهر نوفمبر القادم. من جانبه استعرض مدير عام صندوق حسين الحميد الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها الصندوق من اندلاع حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتأثير ذلك على أعمال الصندوق. ترأس وكيل محافظة أرخبيل سقطرى العميد ركن الصالح علي سعد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ تنتج عنه العاصفة المدارية التي تحيط بالبحر العربي حاليا. وتطرق الاجتماع بحضور مدراء مديريتي حديبو سالم داهق وقلنسية وعبد الكوري محمد سعد ومدير الأمن السياسي العميد موسى أحمد ومدير المصايد السمكية سعد بازياد ونائب مدير الأمن العقيد صالح عيسى ونائب مدير الصحة محمد سالم وقائد منطقة البحرية العقيد علي سالمين إلى أهم الإجراءات المطلوب تجهيزها للاستعداد لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال مرور العاصفة المدارية في المحافظة، مؤكدين على أهمية رفع الجاهزية في مختلف المرافق الصحية وكذا في القطاعين الأمني والعسكري للإنقاذ وتجهيز أماكن آمنة لإيواء السكان في حالة تطلب ذلك. وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات تعمل بشكل دائم بديوان المحافظة لاستقبال البلاغات في عموم مناطق المحافظة. واتخذ الاجتماع عددا من الإجراءات التوعوية للمواطنين للابتعاد عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم. قام وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد بزيارة لمقر قوات التحالف بالمحافظة والتقى بالعميد مطلق البقمي قائد قوات التحالف في المحافظة وناقش معه كيفية التنسيق المشترك لمواجهة العاصفة التي تحيط بالبحر العربي وتقترب من مياه بلادنا الإقليمية الشرقية. وأكد سعد على ضرورة التنسيق المشترك بين قوات التحالف وغرفة عمليات المحافظة لمواجهة أي طارئ قد يحدث من خلال مرور العاصفة المدارية على المحافظة. من جانبه أكد قائد قوات التحالف العميد مطلق البقمي أن الحالة المدارية تتحرك نحو شرق مياه خليج عدن ومن المتوقع أن تؤثر على المحافظة الشرقية لليمن، مقدما تقريرا مفصل عن متابعتهم للعاصفة المدارية. رافق وكيل المحافظة خلال الزيارة مدير عام مديرية حديبو سالم داهق وقائد النقطة البحرية العميد علي سالمين. ترأس وكيل محافظة سقطرى العميد ركن صالح علي سعد اجتماعا للمنظمات الإنسانية والخيرية في المحافظة، وناقش الاجتماع استعداد المنظمات لتقديم الإغاثة الطارئة في حالة وجود أضرار ونزوح للسكان من منازلهم إلى أماكن الإيواء التي تحددها السلطة المحلية. وأكد الوكيل أهمية استشعار الجميع لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه المجتمع وكيفية المساعدة في هذا الوقت الصعب والإسهام في تقديم يد العون للمواطنين. من جانبهم أكد ممثلو المنظمات حرصهم المطلق في توفير المواد الغذائية والإيوائية كون ذلك مسؤولية أخلاقية أولا. إلى ذلك التقى وكيل المحافظة مشائخ ومسؤولي المربعات من مركز 14 أكتوبر لتشكيل فرق شبابية لإنقاذ والتواصل مع غرف العمليات في حالة وقوع أي طارئ.
ترأس وكيل أول محافظة الجوف صالح حسن تيل اجتماعا باللجنة الأمنية والعسكرية لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمحافظة. وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمحافظة وآلية العمل العسكري والأمني وإدارة الأمن والقوات الخاصة وقوات أمن الطرق والتنسيق بينهم للمواصلة في تنفيذ الخطة الأمنية المرسومة، مستمعا إلى تقرير مفصل من قبل مدير الأمن العميد الركن سليم السياغي عن الإنجازات والأعمال الأمنية خلال الفترة الماضية. وتطرق الاجتماع إلى استكمال الحزام الأمني لمدينة الحزم ونشر النقاط الأمنية في مداخله وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في الأيام الأخيرة بعد إتلافهم لكميات كبيرة من الحشيش وإلقاء القبض على خلية لزرع المتفجرات. وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والنقاط التي تصب جميعها في تطوير مستوى الأجهزة الأمنية وخدماتها للمواطنين والعمل على فرض الرقابة التامة لكل الأجهزة الأمنية وتحمل المسؤولية أمام هذه المهمة الوطنية العظيمة. أقامت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف دورة تدريبية في مجال التدريب القيادي لضباط الصف من منتسبي الأمن الخاص. وقال قائد القوات قوات الأمن الخاص العقيد نجيب الناصر أن الدورة ستعقد لمدة شهرين، سيتلقى خلالها المتدربون العديد من المعارف والمهام الأمنية الخاصة في صناعة القيادية الأمنية المحترف. وأضاف الناصر أن برنامج الدورة سيكون في المجال النظري كورش العمل والمحاضرات والمجال العلمي المتمثل في تنفيذ الميداني إضافة إلى التقييم، منوها إلى أن منتسبي الدورة تنتظرهم مهام عملية جديدة وفقا لمخرجات الدورة. هذه الدورة ستستمر خلال 60 يوم، سيتلقى المتدربين العديد من المعارف الأمنية الخاصة بصناعة القائد المحترف، بالإضافة إلى عمليات الشرطة والمهام الأمنية المناطة بهم. سيتلقى المدربين برامج تدريبية خاصة، سيتلقى المدربين أيضا زيارات ميدانية، سيقومون بزيارات ميدانية إلى المواقع الأمنية. سيتم وضع برنامج عملي لتنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى الجانب النظري. طبعا الأسبوع الأول سيكون عبارة عن ورش عمل ومحاضرات وبرامج، وفي الأسبوعين الثلاثة الأربعة الأسابيع المرحلة الثانية سيكون البرنامج العملي والتطبيق الميداني، والمرحلة الثالثة لمدة ثلاثة أسابيع تقييم، ثم بعد ذلك سيتم منحهم الشهادة وسوف يمارسون أعمالهم الجديدة إن شاء الله وبأسلوب آخر غير الأسلوب السابق. تتواصل الزيارات التفقدية لسير عملية امتحانات القبول للسنة التحضيرية 2018-2019 في إطار الاهتمام الذي توليه رئاسة الجامعة. الاهتمام والمتابعة التي توليها رئاسة جامعة عدن من خلال الزيارات التفقدية لسير عملية امتحانات القبول للسنة التحضيرية 2018-2019 قام الدكتور خضر ناصر الأسوار رئيس جامعة عدن ومع الدكتور محمد عقيل عطاس نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب بالزيارة التفقدية لكلية الأسنان بجامعة عدن لمعرفة سير امتحانات القبول بالكلية. اليوم نحن في قاعة كلية الأسنان نتفقد اليوم سير امتحانات الدفعة الثانية من السنة التحضيرية للقبول للسنة التحضيرية العام 2018-2019 لكلية الأسنان. المتقدمين 2000 طالب وطالبة، منهم 1200 طالب وطالبة خريجي هذا العام للثانوية العامة 2017-2018 مباشرة من عند حصولهم على شهادة الثانوية العامة. تم دخولهم أيضا إلى امتحان المفاضلة، وإن شاء الله نتمنى لطلابنا التوفيق. من هذا العدد إن شاء الله سيتم الفرز على حدود 300 طالب للسنة التحضيرية القادمة الذي هي ستبدأ إن شاء الله مع أوائل نوفمبر. طبعا هذا اليوم هو اليوم الثاني من امتحانات السنة التحضيرية اليوم كلية الأسنان، وتقدم حوالي 2000 طالب، إن شاء الله يكون نصيب 300 طالب الأفضل. وبالنسبة للطلاب المقبولين الآن في كلية الطب البشري والمختبرات والتمريض والكليات الأخرى الذي أكملوا السنة التحضيرية، الطلاب اللي ما قبلوا في الطب في إمكاننا يتقدموا إلينا حتى نفاضل بينهم في كلية العلوم، أو ممكن تقدموا إلى كلية الهندسة
في التعليم الموازي، وهناك بيعملون بيكون معاملة خاصة بهم. وبالنسبة لليوم طبعا الهندسة، ثم يوم اليوم الأسنان، ثم يوم الخميس كلية الصيدلة. الدكتور الخضر ومرافقه طافوا قاعات الامتحانات بكلية الأسنان لمعرفة مستوى الإعداد والترتيب والتنظيم السير العملية التي تعد بعد طيبة تتميز بها جامعة عدن دون غيرها من الجامعات. وقد سارت عملية الامتحان بكلية الأسنان بجامعة عدن بسوء طبيعي في أجواء ممزوجة بحماس ونشاط الطلاب المتقدمين للامتحانات. حضر هذه الزيارة الدكتور محمد السقاف عميد كلية الأسنان وعدد من عمداء الكلية بجامعة عدن. انصرف جليل، قناة عدن الفضائية، العاصمة وقطاع عدن. أقيم بكلية الأسنان بجامعة عدن حفل خطابي بمناسبة الذكرى 90 لتأسيس العلاقات اليمنية الروسية، والذي نظمه أعضاء الهيئة التدريسية من خريجي روسيا الاتحادية. تفاصيل في سياق التقرير الآتي. برعاية الدكتور الخضر ناصر الأسوار جامعة عدن، أقيم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بكلية الأسنان حفل خطابيا بمناسبة الذكرى 90 لتأسيس العلاقات اليمنية الروسية، والذي نظمه أعضاء الهيئة التدريسية خريجو روسيا الاتحادية. وفي الحفل أكد الدكتور الخضر ناصر الأسوار أن هذه الاحتفالية تشكل محطة عريقة من خلال ما تشهده العلاقات اليمنية الروسية، علاقة متميزة منذ القدم. نشكر الأخوة الرفاق في القيادة الروسية قدمتها الرئيس بوتين على دعمهم المتواصل للشرعية ولفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، من خلال دعمهم في منظومة مجلس الأمن الدولي التي اتفقوا كل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمس على دعم حلول لأزمة اليمن ودعمهم للشرعية ضمن القرارات الدولية. أتمنى لزملائنا خريجي الجامعات الروسية التوفيق، وأن يكون اليوم انطلاقة. أيضا أنا هكذا دعوة أدعوهم، إذا هناك أيضا رابطة لخريجي روسيا، أنا أعتقد أنه موجودة أو كانت بحاجة إلى إعادة النظر، بحاجة إلى عمل ثقافي متكامل ومتواصل واتصال بجامعاتهم، لأننا احنا ايضا لازلنا بحاجة الى الدعم، سواء كان الجامعات الروسية او من غيرها. شكرا للأخوة اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال. هذه المناسبة تشكل محطة جديدة في مسار عريق من التعاون بين روسيا واليمن في وقت تشهد فيه العلاقة الثنائية بين البلدين، وتبقى العديد من المشاريع المشتركة شاهد على مستوى التعاون بين الشعبين الصديقين. حضر هذه الاحتفالية الدكتور رشاد شايع وكيل محافظة عدن، والدكتور محمد عقيل عطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وعدد من أساتذة الكليات. انصرف جليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن. نفذت منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو بتعاون مع وزارة الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول تعريف بدودة الحج الخريفية ومخاطرها على محصول الذرة وطرق مكافحتها، بمشاركة 15 مشاركا من قطاع الوقاية بمكاتب الزراعة في المحافظات المحررة. وأشار وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات المهندس أمين عبد الله باقادر أنه تم إنزال فرقة فنية من الوزارة لتقييم الحقول المصابة بدودة الحشد الخريفية التي تعد من الحشرات المهاجرة التي تسبب أضرار بالمحاصيل الزراعية، وذلك في بعض المناطق الزراعية. وأشاد بقادر بدور منظمة الفاو داعم للحملات التطويرية لقطاع الزراعة والأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية في عدد من المحافظات اليمنية، وبجهود الكادر الفني التابع للوزارة الذي ينفذ برامج تطويرية في قطاع الزراعة بالمحافظات المحررة خاصة في المناطق الوعرة. واستعرض منسق منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو دكتور أشرف الحوامدة تعرف بدودة حشد الخريفية من الجانب الإيكولوجي والبيولوجي وتهديدها الأمن الغذائي. حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد. دشن وكيل محافظة شبوة المساعد علي محمد الكندي ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ناصر حسين البعسي المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمض ضنك
في مدينة عتق مركز المحافظة، وتتضمن الفعاليات فعاليات المرحلة الثانية التي ينفذها فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بدعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، القيام برش ضبابي من منزل إلى منزل في كافة أحياء المدينة ولمدة 2 أسبوع. وخلال عملية التدشين أشاد الكندي والبعثي بتكامل الجهد الرسمي والمجتمعي في مكافحة مرض حمى الضنك بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية القصوى التي تمثلها عملية الرش الضبابي من منزل إلى منزل في إنجاح جهود مكافحة المرض والتخلص منه، مشددان على ضرورة استمرار العمل التكاملي بين الجهد الرسمي والمجتمعي حتى يتم القضاء على المرض وتجنيب الناس مخاطره الفتاكة. بحضور وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، جرى تدشين دورة الدعم النفسي الاجتماعي لحماية الأطفال المستضعفين. تفاصيل في السياق تقرير الآتي. بدعم من منظمة اليونيسف وتنفيذ الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والسكان، تقام دورة تدريبية لـ60 مشارك ومشاركة في البرنامج للدعم النفسي الاجتماعي واكتشاف الحالات والحماية للأطفال المستضعفين في الطوارئ والأنشطة المساحة الصديقة في المراكز الصحية في مديريات المظفر والقاهرة وصبر الموادم ومشرع وحدنان والمسراخ وجبل حبشي والمعافر والصل والمخا على مدى 7 أيام. يتلقى المشاركين عن نظم إدارة الحالة في الهيكل الإداري ومقدمة عن المساحات الصديقة والآمنة للأطفال مع العلاقة بين القطاع الصحي والنظم الوطني الإداري، بالإضافة إلى شروط ومرجعية المساحة المريحة للأطفال ذوي الإعاقة وحماية الأطفال ودراسة الاضطرابات النفسية لدى الأطفال. الهدف الأساسي من إقامة هذه الدورة وهو حماية الأطفال المستضعفين في المرافق الصحية وتقديم الخدمات لهم فيما يخص إدارة الحالة للأطفال المستهدفين في هذه المراكز الصحية، ومن ثم تقديم أعمال ترفيهية ودعم نفسي من خلال تقديم برنامج الدعم النفسي للأطفال في هذه المراكز، والذي في هذه المرحلة تم إنشاء أو توسيع ما يسمى بالمراكز الخدمات المراكز بعمل مساحات صديقة للأطفال النزلاء عبر هذه المراكز أو الذين يرتادون هذه المراكز، وعمل برامج ترفيهية وتسلية للأطفال الذين حرموا في الفترات السابقة أثناء الحرب لكثير من تعرضوا لكثير من الأزمات والانتهاكات بسبب الحرب التي تعرضت لها المحافظة، وقد عانت هذه الشريحة وخاصة شريحة الأطفال لكثير من كثيرة من الأعمال التي عرضت حياتهم إلى عدم الترفيه وعدم التسلية، إضافة إلى أنهم فقدوا كثير من حياة ممارسة حياتهم الطبيعية التي هي ممثلة في التعليم والصحة والألعاب وكثير من الأعمال الإبداعية والترفيهية. دورة تدريبية من أجل مساعدة الأطفال في هذه الظروف الصعبة وتحت شعار نعم لحماية الأطفال في الظروف الصعبة. نعايم خالد، قناة على الفضائيات، تعز. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي نشرة الأخبار. أعود وأذكر بأهم ما جاء في النشرة من أنباء. نائب رئيس الجمهورية يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن بحضور دولة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه السفير الأمريكي وضع الحكومة مصفوفة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد. مدفعية الجيش الوطني تدك تعزيزات الميليشيات في البيضاء والسيطرة على مخزن صواريخ حوثية بصعدة. دمتم بخير دائما، إلى اللقاء.